السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيب قلبي، رسالة النهاردة ليكم. الرسالة بتقولك ما تقلقش ابدا من طاقات المال، اوعى تقلق على رزقك ابدا، ربك يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا بيبسط الرزق لمن يشاء. حبايب قلبي، الشيء اللي انتم محطوطين فيه دلوقتي هو اختبار مش اكتر. ربنا بيخليك تمر باختبار بان المال ينقص شوية. اظن انتم عارفين الآية اللي بتقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ده بيكون بلاء، ربنا بيحبك فابتلاك بشيء زي ده، بلاك بنقص في الثمرات، الأكل والشرب، الأموال، الأنفس، شيء من الخوف، كل ده بيبقى ابتلاء من الله، يعني اختبار زي ما قلت لكم. لا مبدل لكلمات الله حبيبي، ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني ما فيش حد يكذب آيات الله. ربنا لما بيحب إنسان بيبتلي، ابتلي في شخص، ابتلا في أموال، ابتلا في أنفس، ابتلا في خوف. حبيب قلبي، ابتلاءات ربنا كتير، ابتلا في سحر، ابتلا في حسد. ربنا قال ليه كده؟ عشان يبشر الصابرين اللي هيصبر على البلاء. فقولوا الحمد لله على اي بلاء تمر بيه. في الفترة دي انت بتتعلم حاجات كتير، وبتوصل لحكمة كبيرة الهية، وبتاخد ارشاد الهي، وبتاخد اشياء كتيرة جدا بتخليك تتجه الى نحو تاني في الحياة، او نهج تاني في الحياة، بتخليك توصل لطريق الصلاح والفلاح. الشيء اللي بيظهر قدامك بيظهر لسبب، والحقيقة اللي بتختفي من قدامك بتختفي لسبب. ربنا لطيف بيك، لطيف، ربك لطيف وخبير وعليم بالناس اللي حواليك وبالسواد اللي في قلوبهم. يمكن ربنا عارف ان لو ظهرت قدامك حقيقة ما هتخليك تتألم، ممكن انت ما تتحملهاش. فلو انت بعيد في الوقت اللي ظهرت فيه شيء معين او ظهرت فيه حقيقة معينة، فاعرف ان ربنا لطيف خبير بك وعليم انت بتمر بايه. والشخص اللي بيدخل حياتك برضو بيكون لسبب، والشخص اللي بيخرج من حياتك بيخرج لسبب. ربك بيكون شايف سواد قلوبهم ما بتكونش انت شايفه، ربنا بينظر للقلوب فبيشوف السواد اللي فيها او البياض اللي فيها، يعني نقي ام انسان خبيث، فبيبعدوا عنك. يمكن انت تحس ان الدنيا كلها قامت وقعدت ومش عارف تعمل ايه من رجوع الشخص ده، انت عايزه يرجع، وبتعمل دراما فظيعة بانك عايز الشخص ده يرجع، بس انت مبقاش شايف الصورة الكبيرة، تبقاش شايف، مبقاش عينك مفتوحة على الاشياء اللي ربنا بيبعدها عنك. أبصر واسمع، أبصر واسمع، خد الحكمة، خد البصيرة من الله واسمع كلام الله، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ربنا هيرشدك، هيرشدك على الشيء اللي انت لازم تعمله. انت ممكن ناس قدامك تحسبهم ناس حلوة قوي وناس طيبة قوي وناس قلوبها صافية قوي، ده ليه؟ لانك انت اصلا مخلص من جواك، وشخص بتثق في الاخرين، شخص جدير بالثقة، بس ما تثقش قوي كده في الناس اللي حواليك، يعني لازم تكون مستيقظ في الوقت ده، لان اللي ربنا هيكشفه لك حبيبي هنا وهيرشدك ليه، هيرشدك ليه علشان تعرف ايه الصح وايه الغلط حواليك، علشان تنجز اشياء وتخطط لاشياء وتطلع بلطف ربنا من مكائد حواليك. خلي عينيك دايما مفتوحة على الصورة الكبيرة في حياتك،
وسيب اي تفاصيل صغيرة دي بقى للاخرين. اكتسب الخبرة والحكمة اللي هتأدي بيك للنجاح. اهتم بنفسك وبحقيقتك، اعرف الحقيقة بالاخرين بحكمتك وارشادك، وكن كريم مثل ما انت، ومتصدق مثل ما انت. في منكم بيتصدق وفي منكم لا. لو انت ما بتتصدقش تصدق باقل شيء، حتى اي شيء من ما تأكل او تشرب، حتى لو بطعام، لو بسندوتش، لو اي حاجة هتطلعه لله ما معكش خالص تصدق بكلمة حلوة. فالكلمة الطيبة صدقة حبيبي. انت لو شفت الناس دي على حقيقتهم ستولي منهم فرارا وستملأ منهم رعبا. يا سبحان الله، لو انت شفت الناس دي على حقيقتها مش هتقعد معاهم اصلا، هتجري، هتنفد بجلدك. واضح ان حواليك محيط صعب جدا جدا جدا، محيط بتاع خطط، بتاع مراقبات، بيراقبوك، بيشوفوك عايز تعمل ايه في حياتك، بيبعدوك عن شخص، في شخص معين كده حواليك مش سالك. بس خلي بالك ان ربنا بيخليش القوم الظالمين دول يفلحوا ابدا، لن يفلحوا ابدا مهما عملوا. ربنا اللطيف والخبير بك، انت شخص محمي، ربنا بيحبك يا صاحب الرسالة، عشان كده بيفتح لك عينك، بيخليك تشوف، بيفتح لك بصيرة من عنده، بيخليك تمر بحاجات حلوة، بتبعث في حياتك الأمل بعد كسرة قلب وخداع. حواليك غيرة غير طبيعية، قلبك مجروح من حاجة، ويمكن انت كمان بتغير من على شخص مش من شخص. انت هنا بتغير على شخص جدا. لو انت رجل بتغير على امرأة غيرة عمياء، لو انت امرأة بتغيري على الرجل ده غيرة عمياء، عايزين تمتلكوا. بس في علاقة صعبة هنا حبيبي برضو في الرسالة، علاقة ممكن يبدأ فيها ميلاد جديد، نهاية موقف صعب وبداية ميلاد جديد بعد صحوة روحية عالية. في هنا حد دخل صحوة عالية جدا، يعني ابتلاء من ربنا شديد، يا انت يا الشخص ده. وفي حد صحي هنا وابتدى يعرف قيمتك في حياته، عارف انك انت ملكش بديل، مش هتتبدل، مش هيجد من دونك اي شخص تاني يشبهك. هو شاف فيك كل حاجة بيحبها، علشان كده ابتدى يصحى ويوعى، وربنا صحاب الصحوة الكبيرة دي بعد انتظار عميق. واضح ان انت كنت فرق بمراحل في الصحوات، انت شخص حكيم، ملاك، شخص طيب، شخص رباني، شخص قريب من ربنا جدا. هو كان شخص فيه حاجات كتير سيئة، بس اقول لكم على حاجة، الشخص اتغير على ايدك يا صاحب الرسالة. للبعض منكم الرسالة دي على فكرة مش للكل. الشخص ده لو صديق اتغير على ايدك، لو جار اتغير على ايدك، لو شخص في العمل اتغير على ايدك، لو حبيب اتغير على ايدك، لو حتى توأم من اي توأم بقى، الشخص ده اتغير على ايدك، بقى جاد، بقى مش هو الشخص اللي انت تعرفه زمان، بقى حد تاني في الوقت ده بيتغير للافضل. ولكن هو محبط جدا لانه خايف ان العلاقه دي تضيع منه. الشخص ده اتغير على ايدكم يا جماعه، وفي شخص تاب هنا على ايديكم كمان، بيتمناكم، بس للاسف عنيد جدا، عنده طاقه من العند، عايز يعمل تحسينات في العلاقة دي ويكون سعيد، بس مش قادر. هو في حاجة هنا موقفها على فكرة، بس يعني حتى لو في حاجة موقفاكم زي طرف ثالث او علاقة ثلاثية او حاجة زي كده، في عقبات بتزول هنا، لان في ميلاد جديد للعلاقة دي حبيبي. ابشروا بميلاد جديد للعلاقة دي. كمان ممكن تجيلكم فكرة حلوة انكم تكونوا مع بعض، تعملوا شيء او تتكلموا مع بعض قريبا، في يمكن تسامح، في تسامح جاي لكم في العلاقة دي. انتوا بس هنا محتاجين تفكوا تعلق بشيء معين او بالشخص ده، عشان دي بتكون من المطبات او الاعاقات اللي بتعيق تقدم العلاقة دي. في
في شخص منكم فك التعلق بالفعل، في شخص تاني لازم يفك التعلق ويتخلص من مشكلة اتصاله الروحي مع الشخص ده لغاية ما يبدأ المراد بإذن الله. في حاجة هنا هتجيلكم جديدة في حياتكم، هتغير حياتكم انت والشخص ده. ابشروا حبيبي بميلاد جديد للعلاقة اللي انتوا فيها دي، واتصال سريع من الشخص ده. متهور جدا على فكرة، وعايز يجيلك بأي طريقة، مش عارف يعملها ازاي. عارفين ما فيش بايده حيلة، بيقول ما باليد حيلة، بس هيتجنن، عايز يتواصل معاكم بأي طريقة. ابشروا بتواصل قريب من الشخص ده. انا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.